شكشوكة، معي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك وتاخذونكم فرة في القناة. حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله تكون الحلقة الشافية الكافية الوافية لقطع لسان ناس مرة كثير من لغاليغها، كل واحد يخلي باله من لغاليغه، لأنه في ناس كده تيجي تسأل المبتعثين أسئلة مرة غبية تشلطني شخصيا. تعالوا تفضلوا نشوف سوا. السؤال الأول، متى جاية إجازة؟ عزيزي المبتعث احذر أشد الحذر من إنك ترد على هذا السؤال، لأنه ببساطة إذا رديت راح ينفتح عليك باب عمره ما بينسد. فجأة راح تحس إنه بلدك في فقر وفاقة وذل وشح من أي منتج ممكن إنه يتوفر في السوق. هقول أقول لا، متى جاية إن شاء الله؟ كده يعني بعد 20 يوم إن شاء الله بالضبط. أشوف في وقت أطلب طلبات. ليش أمرين إيش بغيتي؟ أنا بس أبغى باليت كيت بوندي وأبغى فوندي. إيش نور مرسية وكحل أنستازيا وروج فوندو كيت بوندي وكحل أنستازيا وعلاينر وفونديشن وبودرة ومسكرة ومسخرة ومكين ما تبغيني اجيب لك فرن وبوتاجاز وتيفي وفرشة البيت كمان؟ ترى يا طيب انا جايه بطياره مو بعباره ولا بكونتينر. شوفوا انا قد اني حذرتكم من طيبتي. بس السؤال الثاني، الساعه عندكم كم؟ السؤال اللي اكثر شيء يجلطني في الحياه. الساعه في ايدك كم وساعه كم؟ عللوا ودللوا ليش مهم تعرفوا عندي الساعه كم. الساعه في ايدك كم وساعه كم؟ وليش تسألوني أنا الساعة كم؟ ليش أنا أعرف التوقيت عندكم وأنتم ما تعرفوا التوقيت عندي؟ ما بيخليك يا عمو الساعة كم؟ والمشكلة اللي يسألوني هذا السؤال أغلب أوقاتهم ضايعة. والله لولا نعمة الإسلام والصلاة والأذان والغداء والعشاء والفطور كان ضاعت أيامهم. بعدين ما حد يسأل هذا السؤال يا قلبي، تعرفوا ليش؟ Siri, what time is it in Arizona? In Phoenix, it's 5:13 p.m. فهمتوا ولا عيد؟ السؤال الثالث، الأسئلة القدرية ومن ضمنها خلصت لغة ولا ما خلصت لغة؟ كم سمستر بيجيلك؟ بديت الدراسة ولا ما بديت الدراسة؟ متى تتخرجي؟ متى تتزوجي؟ متى تتوظفي؟ متى تجيبي أخت للولد؟ متى تجيبي ولد للأخت؟ وهكذا دولك. ما راح أقدر أكمل. أنا بنفسي ترى ما أعرف، يعني أروح أقرأ الكف عشان حضرتك أشرك أشرك عشان أنت تفهمي؟ حبة عيني يا لهوي. أخبار زفت صح؟ لا مش يعني بس. السؤال الرابع، عندكم بكم؟ عزيزي المستهلك عزيزتي المستهلكة، كلنا نعرف إنه الدولار عملة عالمية. إيش يعني عالمية؟ يعني متعولمة. إيش يعني متعولمة؟ يعني كل بلدان العالم تعرف كم يساوي الدولار عندها بعملتها. كل اللي عليكم تعرفوا أساسيات بسيطة جدا في عالم الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، معايا أنا أبلتكو فهيمة. اليوم في درس الرياضيات حنتعلم الضرب، وهو حاجة سهلة جدا جدا جدا، واللي ما بيفهمش حيضرب إن شاء الله بإذن الله. والمسألة تقول إذا كان سعر الدولار الواحد يساوي 3.8 ريال سعودي، فكم ريالا في 15 دولار؟ سهل جدا جدا، بسيط جدا، يعني ما بعرف. بصي، يعني هتاخدي 15 دولار وتضربيها في 3.80 ويطلع لكم. انا عارفه انكم مش هتعرفوا تعملوها بنفسكم وانكم ناس خايبين جدا جدا جدا، فجبت لكم الحاسبه. كل اللي هتعمله هتضربي 15 في 3.80 هيطلع لكم الناتج، والناتج 57. فهمتوا ولا مش ان شاء الله عمركم ما فهمتوا؟ اعزائي المستهلكين والمستهلكات، معرفتكم لهذه الاساسيات تمكنكم على الاجابه على اسئله زي الايفون عندكم بكم، الشنطه الفلانيه عندكم بكم، الجزمه الفلانيه عندكم بكم، الجهاز الفلاني عندكم بكم. السؤال الخامس، كم درجه الحراره عندكم؟ شوفوا ده السؤال يخليني واحد من اثنين. اذا كان عندنا الجو مره حر حقعد اقول اف اف حر حر، ويخليني من الساقطين على قضاء الله وقدره وتكسبوني ذنوب ويضيع عليك الاجر والثواب. واذا في البرد بينكد علي بيذكرني بدرجه الحراره،
ما هيدفيني والله العظيم ما راح يدفيني. ما قلتي لي كم درجة الحرارة عندكم؟ 105. هذا بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالفهرنهايت. يقول انه هذا الصيف حر صيف بيجي عليكم. ما ادري والله. تظني عندنا احر؟ ما اقدر افيدك صراحة معلش. ترى هو مو سباق. شوفوا انا صار لي 6 سنين صابرة ومستحملة ومن كتمة وما تكلمت، لكن خلاص طفح فيني الكيل. من بعد الحلقة هذه لو في احد فيكم بيكلمني ولا ناوي يكلمني ولا يكلم اي احد من المبتعثين وارسلوا الاسئلة هذه. اي واحد لغليقه حتروح منه انا ماليش دعوة. الى هنا اكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وتشيروا الحلقة مع السعوديين فرع السعودية، تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات في الحلقات الجاية. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.